سيكشن 3.4 يا شباب كان يحكي عن السنجل لوب سيركت. هون نحكي عن السنجل نود. في شيء اسمه سنجل نود سيركت؟ سنجل نود بير سيركت شو يعني؟ ما بصير اذا في احكي لك دائره فيها نود واحده معناته اكيد مش كلوز، صح؟ نوايا تكون كلوز، فبالنهايه بطلت سيركت. احنا اعطينا تعريف شو معنى سيركت، نتورك وسيركت، حكينا كلوز نتورك نسميها سيركت، اوكي؟ فبنحكي سنجل نود بير سيركت، يعني عن ايش رح نحكي؟ رح نحكي عن سيركت فيها بس تو نود. اوكي؟ بهي الحالة لها مزايا معينة. سيركت زي كل الإليمنت كونكتد، كل الإليمنت الموجودة في السيركت كونكتد بتوين تو نودز. اوكي؟ بهي الحالة رح نسمي انه الاليمنتس هاي الموجود، شو مقصود بكلمه اليمنتس؟ سورس او ريزيسترز او كابسترز او اندكترز ومستقبل، كلها مشبوكه ان بارلل رح نسميها. اوكي، فيها ميزه معينه هاي السيركت انه كل الاليمنتس لها نفس ايش؟ نفس الكرنت؟ لا، نفس الفولتيه. بالسنجل لوب شو في؟ نفس الكرنت. هون لهم كل الاليمنتس لهم نفس الفولتيه. كيف؟ مجرد ما اشوف انه عندي سنجل لوب بدي اعرف انه في كرنت واحد، اوكي؟ فابلاي كي في ال. هون بتخيل انه شو راح اسوي؟ ابلاي لايش؟ لكي سي ال. ليش؟ كي في ال ما في مجال، عشان كلهم اصلا نفس الفولتي. اوكي؟ طيب زي ما حكيت لكم بهي الحاله بنسمي انه الاليمنتس كونكتد ان بارلل بهي الحاله، ليش؟ عشان كلهم لهم نفس الفولتي. نيجي على الاكزامبل. Find the voltage, current, and power associated with each element in the circuit of the figure shown below. في عندي هذا الفكرة. عند كل element وجد لي الفولتية. اوكي. وجد لي الكرنت. والباور. هون عندي الفولتية اسمها V، وضحها عندك. current I وكرنت I2. I1 وI2. هون current source. current source 120 امبير، 30 امبير، هي 1 على 30 اوم، 1 على 15 اوم، هاي اسمها ار1 وهي اسمها ار2. طيب اول شيء لازم اوجده الفولتيه على ايتش اليمنت، بعد ما اوجدها العمليه صارت سهله كثير. ليش؟ الباور كيف احسبه؟ بسهوله، في سكوير على ار على المقاومه، او في في اي على الكرنت سورس. فاول شيء لازم اوجده في هاي الحاله هي الفولتيه، واللي هي ايش؟ اللي راح تكون نفس الفولتيه على كل الاليمنتس، يعني 1 فولت 1 ان نون فولتج، كيفش غيرها؟ يعني هي نفسها كله بنفس الاسلوب، كلهم نفس القيمه هنا، اوكي؟ مش بنفس الاسلوب، كلهم بنفس القيمه. طيب هذا الجزء كلياته نسميها هاي سنجل نود. شو يعني سنجل نود؟ مش سنجل نود سنجل نود سيركت، لا سنجل نود يعني كلياتهم هذول نفس النقطة. يعني بإمكاني أعيد رسم الدائرة بالشكل هذا. وهون المقاومة الواحد على 30 مثلا، هي R1. أوكي؟ أعيد لك السورس هون اللي هو 30 أمبير، أحط لك مقاومة هون اللي هي R2. يعني هذا الخط اللي كان بالاعلى صار كلياته في نود واحده. معناته الكرنت ايش بدنا نطبق؟ كي سي ال على هاي النود، او على هاي النود ممكن نحكي اذا عندنا نص. شو بده يسوي إيه؟ نحكي كيف نطبق كي سي ال على هاي النود؟ نحكي ال 120 امبير، اوكي، زائد يساوي ايش؟ يساوي 30 امبير زائد اي 1 زائد اي 2، صح؟ ويساوي صفر. نكتب هاي الشغله first apply KCL at the node
او ات نود 1 نسميها، خلينا نعطيها اسم. هاي خلينا نسميها نود 1. اوكي؟ حكينا عندي الداخل يساوي الخارج صح؟ او نعتبر الداخل بوزيتيف والخارج نيجاتيف او العكس. طيب نحكي ماينس 120 امبير، اعتبرت الداخل هو نيجاتيف والخارج هو بوزيتيف، زائد اي 1 اوكي بلس 30 امبير بلس اي 2 يساوي زيرو. طيب شباب انتم الظاهر عندكم الرسمة مش واضح الكلام اي 1 واي 2 حطوه اوكي. طيب اي 1 شو بيساوي؟ اي 1 شو بيساوي؟ بما انها سنجل نود بير سيركت، اي 1 بيساوي في اللي هي اللي حكينا هي نفس الفولتيه لكل الاليمنتس. حطيتوا الفي والايات يا شباب عندكم بالسيركت عشانها مش موجوده، ارجع لكم هون. كانت اي هاب مش مبين عندكم بالتصوير صح؟ ولا الاي 2 ولا الفي، حطهم عندك. فهي في على المقاومه اللي هي 1 على 30 صح؟ اللي هي رح تصير ايش؟ 30 في. واي 2 بنفس الاسلوب هي في على 1 على 15 اللي رح تطلع 15 في. نحكي سب رقم 2 سب اي 1 اند اي 2 ان ايكويشن، خلينا نعطيها رقم 1. عندي ماينس 120 امبير زائد 30 في زائد 30 اي امبير يعني اوكي. الامبير مش انون، الفي مش فولت هنا اللي هي الانون فولتج يعني، بلس 15 في يساوي زيرو. 30 زائد او ناقص 120 ماينس 90 وديهم على الطرف الثاني صار 90، صار عندي 45 في بتساوي 90، معناته في بتساوي 2 فولت. اوجدنا الفولتيه اللي هي ايش؟ على كل الاليمنتس. اوكي شو ضل علي؟ طالب الكرنتس، الكرنت الماشي في R1 والكرنت الماشي في R2 سهلة. كم هي V over R؟ اوكي واللي هي جات 30 V يعني 30 في 2 اوكي يعني 3 اللي نحكي I1 يساوي 60 امبير اوكي و I2 بتساوي 30 امبير. ضل الباور ضل الباور سهلة. هسا عندك كل الكرنتس اصلا عارفهم والفولتية عارفها، تضرب الفي في اي تطلع الكرنت. احنا وجدنا خلص. هسا فيش برانش يا شباب، ارجع هنا في برانش مش عارفين الكرنت ماشي فيه؟ لا. والفولتية على كل اليمنت عارفينها ولا لا؟ عارفين خلص. في في اي في على كل اليمنت، يعني حتى لو ما وجدنا اي 1 واي 2 ممكن ان نوجدها اللي هي في سكوير على اي. يعني هاي الفولتيه 2 فولت وهذا 120، كم الباور تاعها؟ 240. طب هون هون الكرنت اي 1 60 والفولتيه كم؟ 120 اوكي. طب هون 30 في 2 60. طب هون الكرنت اي 2 كم وجدنا؟ 30 امبير في 2 60. بس انو شو ضل عندي؟ طبعا الريزستر بالنيجاتيف
ريزستر الباور تاعهم نعرف بالبوزيتيف. بدنا نعرف انو اللي بالنسبه للباور سبلاي نهتم بالاشارات. اوكي طيب، فعندك الكرنت هاد اللي هو 120 في هذا الاتجاه، اوكي تخيل كرنت اجى هنا شو شاف؟ شاف الماينس، فمعناته ال 120 امبير هو هم لا احنا هذول سورسز، يعني هم ال 30 امبير وال 120 هم سورسز. اوكي بس ال 120 عم بعطي باور، ال 30 امبير ابزور باور. اوكي كانك بتشحن فيه زي ما حكينا المره الماضيه. اوكي اذا بدك تتخيله مقاوم، فهذا ال 120 هو الوحيد اللي نيجاتيف. هذا ايش؟ الفولتي هون بوزيتيف وهون نيجاتيف. ليش؟ خلص احنا في ثابته لكل الاليمنتس، فالكرنت جاي بهذا الاتجاه، شو شاف البوزيتيف؟ بنحكي 30 في 2 ف 60 واط. نكتب هذا الحكي. نحكي 4 ب ال 120 امبير بتساوي ماينس 2 فولت في 120. 120 ايش؟ امبير. شو الجواب؟ ماينس 240 واط. بي ار 1 بتساوي، هاي طبعا لازم بوزيتيف، في سكوير في ار، في سكوير على ار اسف، او اي سكوير على ار في ار، عم بعكس فيها، او اي في بي. كم التيار اي 1؟ نحكي اي 1 في الار 1، كم اي 1؟ 60. وار 1؟ لا سوري، اي سكوير الغي هذا الحكي، بي ار 1 تساوي اي 1 في الفي تساوي 60 في 2 تساوي 120 واط. بي ار 2 شو بتساوي؟ اي 2 في في واللي هي 30 في 2 تساوي 60 واط. شوف بدون الثالث، بدون ما احسبه مبين 240، عشان اوصل 240 شو لازم ناقص علي؟ ناقص 2 واط. اوكي فبنحكي ب ال 30 امبير بيساوي 2 فولت في 30 امبير بتساوي 60 واط. ايوه شو سؤالك؟ قلت له اخذنا الباور ار 1 اي ار سكوير اي سكوير هون اي سكوير ار افهمك. هاي هاد خلينا نحله ب اي سكوير في ار 1، اي 1 سكوير في ار 1. اي 1 كم؟ 60 تربيع 3600. اوكي في ار 1 اللي هي 1 على 30، 3600 على 30 120. اوكي براكتس 3.6 determine V in the circuit of the figure shown. في عندي V اللي هي الانون الوحيد هنا، حددوها بوزيتيف ونيجاتيف. يلا انتوا حلوها، شو اسوي؟ طبعا هي كلها مالها، مش راح اعيد رسمها بالشكل اللي سويته المره الماضيه، فيش داعي خلص. عرفنا انه هاي كلياتها هذا كلياته اسمه سنجل نود. فالتوتال كرنتس على هاي النقطة يساوي زيرو. كم التوتال كرنت؟ خلينا نعتبر اللي داخل بوزيتيف والخارج نيجاتيف. فبنحكي 5 امبير. طيب نفرض التيار هون هيك،
بصير ولا بصير ايش؟ بصير بالعكس برضه، خلينا نسميه هذا اي 1 وهذا خلينا نسميه اي 2. بنحكي 5 امبير ناقص اي 1 زائد ولا ناقص برضه؟ ناقص 1 امبير حسب شو بتعتمد. انا اعتبرت الداخل بوزيتيف المره والخارج نيجاتيف، ناقص الاي 2 زائد 6 امبير يساوي 0. ضل عندي اوجد اي 1 واي 2، هاي يعني نعتبرها اول خطوه. ابلاي كي سي ال، كي سي ال. خطوه رقم 2 نحكي اي 1 بتساوي في على ار ال 10 اوم. شو رح تطلع؟ في على 10. طيب اي 2 تساوي في على ار ال 10 اوم برضه الثانيه، ما هي ار 2 كم قيمتها؟ برضه 10 اوم وتساوي في على 10. يعني بالنهايه هي عباره عن 0.1 في، هي عباره عن 0.1 في. نحكي 3 substitute i1 and i2 in equation، نيجي على الايكويشن سميها 1 in equation 1. بعدين نرجع ل equation 1 كيف؟ اعطوني صيغتها. 5 امبير ناقص اي 1 اللي هي ماينس 0.1 في، بعدين ناقص 1 امبير ماينس 0.1 في، لا في كمان كرنت صح، بلس 6 امبير يساوي 0. ماينس 0.1 فولت، ماينس 0.1 فولت شو الجواب؟ ماينس 0.2 فولت. فبنحكي 5 وعندك 5 امبير ناقص 1 امبير زائد 6 جواب 10. فبنحكي 10 A ناقص 0.2 V يساوي 0. عندنا هون معناته 0.2 V يساوي 10، معناته V بتساوي كم؟ 50 سين صح، 10 على 0.2 بيطلع 50 فولت. شوف كم الجواب معطينا اياه، 50 فولت. اوكي 100%. بكفي لليوم.